السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نحل أسئلة الفصل الثاني المرحلة الثالثة الدراسة الصباحية لمادة مكان التيار المتناوب. طلاب تنويه، أسئلة الفصلية وكذلك الهوم وورك وأيضا الأسئلة الشهرية للفصل الأول والثاني جدا مهمات. فالسؤال الأول، هذا السؤال الأول عن موضوع 3 phase induction motor. ف 3 phase induction motor، ها 3 phase induction motor عدد أقطاب 6 pulse، الفريكوانسي 50، ها الفريكوانسي 50 هرتز، 400 فولت، هذه الفولتيت اللاين اللي تغذي ملفات الستيتر. Induction motor takes a line current of 40 أمبير، هذا المحرك يسحب تيار قيمته 40 أمبير، هذا هو تيار اللاين، تيار الخط. عند قيمة power factor 0.8 power factor، وكذلك هذا المحرك runs يدور بسرعة 950 revolution per minute. هذا NR عندي سرعة دوران الروتر قيمتها 950 revolution per minute. السؤال بعد مطيني معطيات the friction and windage losses، خسارة الميكانيكية أو خسارة الاحتكاك للمحرك قيمتها 4 كيلو وات، and stator losses، خسارة الجزء الثابت قيمتها 3 كيلو وات، هذا stator losses. determine، أحسب أولا the slip، راح عندي الانزلاق اللي هو الفرق بين سرعة السينكرونال سبيد، سرعة متزامنة، وسرعة دوران الروتر الـ NR. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني شلايد من عندي The Rotor Cover Losses، خسار النحاسية لجزء الدوار للروتر. والمطلب الثالث The Brake Horsepower، قدرة الحصانية للمحرك. والمطلب الأخير The Efficiency، الكفاءة. بنجي طلاب إلى المطلب الأول، رائد من عندي السليب الانزلاق، شو نحسب السليب طلاب مثل ما تعلمنا؟ السليب قانونه هو الـ NS ناقص الـ NR على الـ NS. الـ NS نقصد بها هي السينكرونايز سبيد، السرعة المتزامنة. فالـ NS شو نحسبها؟ 120 F على عدد الأقطاب، الـ F الفريكونسي 50 أعوضها، عدد الأقطاب 6 بالحاسبة عندي بالكالكوليتر يطلع عندي الـ NS قيمته 1000 revolution per minute، هذا الـ NS السرعة المتزامنة. أما الـ NR سرعة دوران الروتر، فمن موجودة عندي؟ هذه معطاة بالسؤال، قيمتها 950 revolution per minute، فأعوضها بالحاسب الكالكوليتر عندي قسمه الـ NS قيمتها 1000 ناقص الـ NR 950 تقسيم الـ NS 1000 ويساوي لي السليب قيمته 5%، هذا هو عندي السليب. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني طلاب ايش رايد من عندي؟ انتبه، The Rotor Cover Losses. فالروتر كبر لوس طلاب عن طريق المخطط ستراكتشر احسب الروتر كبر لوسز. فالروتر كبر لوسز، هذا الروتر كبر لوسز شلون اقدر احسبها؟ اقول بي ام شو يساوي لي؟ بي ار ناقص الروتر كبر لوسز، هذا القانون عندي، بس خليني اوضح اللون. هنا عندي هذا البي ام شو يساوي لي؟ بي ار ناقص الروتر كبر لوسز. وايضا طلاب عندي قانون اخر هو الروتر كبر لوسز شو يساوي لي؟ سليب في بي ار. انتبه طلاب، يا قانون استخدمه، قانون دائما استخدمه اللي هو يكون عندي اقل مجاهيل عندي، اقل مجاهيل عندي. فبهذا القانون طلاب عندي البي ام هو مجهول، ما عندي بالسؤال او معطيات، ما موجود عندي هذا البي ام اللي هو القدره الميكانيكيه. وايضا الروتر باور او الروتر انبوت، قدره الداخله للروتر بي ار ايضا مجهوله، فعندي مجهولين يعني بهذا القانون. فطلاب هذا القانون ما استخدمه،
أما هذا القانون طلاب الروتر كفر لوسز، لحساب الروتر كفر لوسز فعندنا سليب في بي ار الانزلاق في الروتر انبوت القدرة داخل الروتر بي ار، فهنا عندي السليب عندي معلوم من المطلب الأول، أما الروتر انبوت فهذه مجهول، فراح استخدم هذا القانون. فأجي أقول هذا المطلب الثاني عندي، أقول الروتر كفر لوسز شو يساوي لي؟ السليب في البي ار في الروتر انبوت القدرة داخل الروتر. السليب قيمته 5%، أما البي ار شلون أحسبها طلاب؟ هذا الـ PR عندي مجهول، فأرجع على الستركتشر أو المخطط، هذا هو الـ PR، هاي القدرة الداخلة إلى الروتر، فشلون أحسب؟ أقول PR شو يساوي لي؟ القدرة الكهربائية أو القدرة الداخلة لملفات الستيتر PI ناقص الستيتر لوسز، خسائر الستيتر أو خسائر الجزء الثابت. هنا طلاب عندي خسائر الستيتر هذه معلومة بالسؤال، قيمتها زيادة إذا أرجع للسؤال 3 كيلو وات، هذا 3 كيلو وات فعندي معلومة. أما عندي القدرة الكهربائية أو القدرة الداخلة للستيتر الأنبوت، فهاي شلون أحسبها طلاب هاي القدرة الكهربائية؟ فطلاب عندي القدرة الكهربائية بشكل عام أحسبها هي فولتية، هاي القدرة الكهربائية أو القدرة الداخلة للملفات الستيتر، عندي فولتية في تيار في كوساين ثيتا في الباور فاكتور. بما انه 3 فيز اندكشن موتور فهنا راح نضرب عندي في جذر 3، فيكون قانون لحساب القدره الكهربائيه او القدره الداخله من ملفات الستيتر هو جذر 3 في فولتيت اللاين في تيار اللاين في كوساين ثيتا. هسه انا اعوض اني جذر 3 فولتيت اللاين من السؤال قيمته ايش قد؟ 400 فولت. تيار ايش قد قيمته من السؤال ايضا 40 امبير، وكذلك الباور فاكتور 0.8، فراح اعوض لايجاد القدره الكهربائيه او القدره الداخله ملفات الستيتر. هنا عندي بالقانون او بالحاسب استخدم جذر 3 في 400 فولتيت اللاين في تيار 40 في الباور فاكتور 0.8، ويطلع عندي هاي اضربها في 10 ناقص 3 عمدة احولها للكيلو وات، فيطلع عند 22.17 كيلو وات. هذه هي القدرة الكهربائية او القدرة الداخلة الى ملفات الستيتر، فراح اعوض هنا عندي اقول عمدة احسب البي ار شي يساوي القدرة الكهربائية حسبتها انا 22.17 كيلو وات ناقص خسارة الستيتر هي 3 كيلو وات، فانا اعوض 22.17 هذه القدرة الكهربائية أو القدرة الداخلة ملفات الستيتر ناقص خسارة الستيتر هي 3 كيلو وات، ف 22.17 ناقص 3 ويساوي 19.17 كيلو وات. هذه الـ PR راح أعوضها مباشرة عمد أحسب الروتر كبر لوسز، هذا الـ PR عوضها 19.17 كيلو وات في السليب 5% كالكوليتر، فعندي 19.17 هذا الـ PR في السليب 5% ويساوي جيد 0.959 كيلو وات. هذه هي الروتر كبر لوسز، فصار عندي المطلب الثاني أيضا حسبته. المطلب الثالث لهذا السؤال هو حساب الهورس باور قدرة الحصانية، بس قبل طلاب لازم أحسب عن الأوتبوت باور بالكيلو وات، بعد ذلك أحولها إلى القدرة الحصانية الهورس باور. فنجي هسه لازم احسب انا بي اوت او الميكانيكال باور ات شيفت. فالبي اوت شلون احسب البي اوت؟ اتذكرون بي اوت دائما باوع على جهة اليسار او جهة الاوتبوت، فهذا البي اوتبوت او تسمى الميكانيكال باور ات شيفت. فالبي اوت شو يساوي؟ بي ام ناقص الفريكشن اند ويندج لوسز، هذا البي اوت PM ناقص Fraction and Windage Loss. فأكتب القانون أول شيء، كتبت القانون أجي إيش عندي مجهول أنا Fraction and Windage Losses، فعندي معلومة بالسؤال قد قيمتها 4 كيلو وات، هذه هي 4 كيلو وات هاي Fraction and Windage Losses، فعندي هاي Fraction and Windage Losses معلومة. أما الـ PM أو القدرة الميكانيكية هي الـ Output للروتر، فالـ PM شلون أحسبها طلاب؟ فأما أقول PM شو يساوي؟ PR ناقص الروتر كبر لوسز،
عندي يعني PR معلومة، والروتر كفر لوسز أيضا حسبتها بالمطلب اللي قبله، فمن خلال أقدر أحسب PM، أو من خلال PM شو يساوي لي؟ واحد ناقص السليب في PR. فأجي هنا أقول PM شو يساوي واحد ناقص السليب اللي هي قيمتها 5% في البي ار اللي حسبتها انا سابقا، من خلالها اقدر احسب البي ام واعوضها لايجاد الاوتبوت باور ات شيفت. فشلون استحسب البي ام؟ خلال الحاسبه اقول واحد ناقص السليب قيمته السليب 5% سد القوس في ايش عندي بعد بي ار جت قيمتها هذه بي ار 19.17 ويساوي لي 18.21، هذا 18.21 كيلو وات، هذه ميكانيكال باور او الجروس ميكانيكال باور. راح اعوضها 18.21 ناقص الفراكشن اند واندج لوز هي قيمتها 4، و18 ناقص 4 ويساوي 14.21 كيلو وات. بس طلاب انتبه هنا، هذه الاوت بوت باور اتشيت بالكيلو وات، هو شايده ما عندي بالهورس باور. ايش اسواني؟ إذا حول من الكيلو وات من وحدة صغيرة إلى الهورس باور وحدة كبيرة، فش أسوي من الصغير إلى الكبير؟ ش أسوي؟ أقسم على 746، لأن مثل ما قلنا سابقا كل واحد هورس باور ش يساوي لي 746 وات. فأجي أقول 14.21 هاي 14.21 في 10^3 يعني كيلو كيلو وات، أقسمها على 746 من الكيلو وات من وحدة صغيرة إلى الهورس باور وحدة كبيرة، أقسم على 746 ويساوي لي 19.0 تقريبا 5 هورس باور. هذه هي القدرة الحصانية لهذا المحرك. هذا هو المطلب الثالث. أما المطلب الرابع والأخير فهو حساب الكفاءة الإفشنسي لهذا المحرك، موتور إفشنسي، كفاءة المحرك. فشو أحسب الكفاءة طلاب؟ كفاءة عندي الإفشنسي طلاب، هذا المخطط الخاص بموضوع الباور ستيج أو حساب القدرة للمحرك الثري فيز، هذا جدا مهم هذا المخطط، ذكرناه سابقا أيضا. فالإفشنسي الكفاءة شو يساوي الباور أوتبوت، قدرة الاوتبوت للمحرك على يمن على القدرة الانبوت، القدرة الداخلية للمحرك. فالاوتبوت على الانبوت باور في 100% يطلع عندي الكفاءة. فنجي هسه الاوتبوت حسبناها 14.21، هذه الاوتبوت باور ات شيفت على يمن على الباور انبوت. باور انبوت حسبناها جت قيمتها هاي 22 القدرة الكهربائية والقدرة الداخلية للمحرك 22.17 ويساوي لي اس دي اضربها في 100 هسه يطلع لي الكفاءة، ضروري احسب الكفاءة ب 100 فيطلع عندي 64.1%. اما هاي طلاب الكيلو وات مع الكيلو وات فاختصرت هي، فاطلع عندي كفاءة 64.1%. هذا هو المطلب الرابع. هذا طلاب هو حل السؤال الأول. أما حل السؤال الثاني طلاب، انتبهوا وياي، السؤال الثاني طلاب يتكلم على أيضا موضوع الـ 3 phase induction motor، لكن الموضوع هنا عندي حساب التورك أو الماكسيموم تورك. فنجي أيضا هنا نقرأ السؤال، انتبهوا وياي. 4 pool، عدد الأقطاب لهذا المحرك 4، 3 phase induction motor 50 هرتز induction motor has a voltage between الفولتية بين slip rings بين حلقات الانزلاق، معناها طلاب هنا عندي الفولتية بين حلقات الانزلاق، معناها عندي هذا المحرك الروتر من نوع الوند او الحلقات الانزلاقية slip ring، فالفولتية تكون هاي عندي قيمتها 520 فولت. طلاب هنا هذا السؤال، هذه الفولتية فولتية الروتر EMF لو ستيتر اي ام اف، بما ان طلابنا هذه الفولتيه بين حلقات الانزلاق وحلقات الانزلاق موجوده بالروتر بجزء الدوار، فمعنى هذه ال 520 هي الروتر اي ام اف يعني الاي 2، يعني هذه الاي 2، تبغى طلاب هذه الاي 2
لان قال هنا سليب رينج 520 فولت. The star connected rotor. ربط الروتر star has a standstill reactance. الاكس 2 الرياكتنس هنا قيمتها زيد and the resistance. طلاب هنا انتبهوا، اول شيء ذاكر لي standstill reactance. الاكس 2 اول شيء قيمتها 2 اوم، هاي الاكس 2 انتبهوا يا 2 اوم بير فيز. and resistance. اما الار 2 للروتر الار فقيمتها 0.4 اوم بير فيز. فانتبهوا طلاب ويا، اول شيء ذاكر ريكتنس الاكس 2 قيمتها 2 اوم بير فيز، بعد ذلك اند ريزيستنس قيمه الار 2 قيمتها ايش قيمتها 0.4 اوم بير فيز ريسبكتيفلي تواليا. معناه اول شيء الاكس 2 معطاه 2 اوم والار 2 قيمتها 0.4 اوم لكل فيز. ديترماين احسب، طالبنا عندي حساب ذا ماكسيمم تورك، عزم الدوران بالماكسيمم. فتي ماكس اول شيء طالب عندي، بعد ذلك ايش طالب عندي ذا ريشيو نسبه اوف ستارتنج تورك تو ماكسيمم تورك، والمطلب الاخير الثالث ذا سبيد سرعه المحرك ات هاف لود عند نصف الحمل. اف فول لود سبيد اذا معطى عندي هنا سرعه المحرك بالفول لود قيمته 1425 ريفوليوشن بير مينت. نجي طلاب بس شلون نحسب الماكسيمم تورك؟ طلاب نزلتكم ملزمة أو خاصة، ملزمة خاصة بالمحركات أو خاصة بالفصل الثاني بالمحركات الحثية لإيجاد أو لحساب الماكسيمم تورك أو الستارتنج تورك أو الفول لود تورك. فشو أحسب هنا؟ فانتبهوا وياي، هذه عندكم ملزمة نزلت هاني خاصة بالقوانين الفصل الثاني، وكذلك تكون ملزمة خاصة بقوانين المحولات ترانسفورمر. فطلابنا عندي هذا التورك، لحساب التورك قانون ثابت التورك العزم 3 على 2 باي ان اس في الاس اللي هو السليب بالاي 2 تربيع، هذا الروتر اي ام اف تربيع في الار 2 الروتر ريزيستنس على اليمين على الار 2 تربيع زائد افتح قوس الاس السليب في الاكس 2، هذا الاكس 2 شنو معناها؟ الروتر رياكتنس تربيع. انتبهوا طلاب، هذا القانون مال التورك ثابت، عندي انا ثلاث حالات، اما يقول لي ستارتنج تورك عزم الدوران البدء، فبالستارتنج تورك قيمه السليب هو واحد، هذا السليب قيمته واحد، فالاس هذا هنا عوضه واحد اكتبه او ما اكتبه ما ياثر، وهنا ايضا هنا عوض الاس في الاكس 2 هذا الاس قيمته ايضا واحد، هذا وين؟ بالستارتنج تورك. اما نعد الار 2 الاكس 2 فهو معطاه بالسؤال. اما الان اس هاي السينكرونس سبيد، فهنا طلاب ايضا ملاحظه جدا مهمه لإيجاد أو لحساب التورك، الان اس ما أحسبها السرعة المتزامنة السينكرونس سبيد مو بالريفوليوشن بير مينت، وإنما بالريفوليوشن بير سكند، سرعة الدوران الثانية ريفوليوشن بير سكند، هذا ستارتنج تورك. أما إذا كان عندي محرك رننج يعمل أو في حالة اللود، يعني معناه اللود عندي أو فل لود، فالقانون نفس القانون بالضبط، لكن شنو السليب حيكون قيمته؟ قيمة السليب هذا قانون اعوض ال NS ناقص ال NR على ال NS، هذا السليب في حالة ان التورك عندي يعمل او عندي تورك او عفوا المحرك يعمل في حالة عمل running في حالة load او full load، فنفس القانون لإيجاد التورك، لكن هذا السليب هو شلون احسبه؟ NS ناقص ال NR سرعة متزامنة synchronous speed ناقص سرعة دوران الروتر ال NR على ال NS. اما اذا كان عندي بالماكسيمم تورك اللي هو السؤال، هذا السؤال الثاني اللي قاعد يحسب الماكسيمم تورك، فنفس القانون قلنا بالضبط، لكن حيكون السليب فقط فرق بالسليب، السليب هنا حيكون ات ماكسيمم تورك، السليب ات ماكسيمم تورك شلون اتعلم طلاب شلون احسبها؟ هو الشرط للحصول على الماكسيمم تورك لكن لازم يكون عندي الار 2 الروتر ريزيستنس بير فيز اقسمها على الروتر رياكتنس بير فيز عمدة احصل السليب ات ماكسيمم. فهذا انا عندي ملخص بشكل سريع، التورك لحساب التورك عزم الدوران عندي قانون ثابت، فقط حيكون عندي السليب هو المتغير، بالستارتنج تورك السليب قيمته واحد عوضه في حاله محرك بالستارتنج، او في حاله ثانيه من حساب التورك في حاله الرننج العمل، يعني المحرك قاعد يعمل عندي لود او فل لود، فالسليب
هذا قانون السلب، الانس ناقص الان ار على الانس اعوضها. والحالة الاخيره بالماكسيمم تورك، فعندي السلب احسبه عن طريق الار2 على الاكس2. نرجع للسؤال، فهنا عندي اول مطلب الماكسيمم تورك، فهذا الماكسيمم تورك اكتب قانون اول شيء بالبدايه 3 على 2 باي ان اس في السليب ات ماكسيمم تورك في الاي 2 تربيع الروتر اي ام اف تربيع في الار 2 على الار 2 تربيع زائد افتح قوس السليب ماكسيمم في الاكس 2 كل تربيع. اجي هسه اجد مجهول، شنو عندي المجهول؟ عم احسبه 3 على 2 باي قيمه ثابته هذه الان اس سينكرونس سبيد، شلون احسبها طلاب هاي السينكرونس سبيد؟ 120 اف على عدد الاقطاب، هعوضها 120 في الفريكونسي 50 من السؤال، عدد الاقطاب ايضا من السؤال معطيني 4، يطلع عندي السرعه المتزامنه للان اس 1500 ريفوليوشن بير مينت. هنا ملاحظه جدا مهمه، الان اس سينكرونس سبيد لايجاد التورك لازم ما احسبه بالريفوليوشن بير مينت، احسبه بايش؟ بالريفوليوشن بير سكند. شو اسوي هاي 1500؟ عم احول سرعه الدوران بالدقيقه الى سرعه الدوران بالثانيه، فلازم اقسم ال 1500 اقسمها عند الدقيقه الواحده شو يساوي 60 ثانيه، فاقسم 1500 على 60 ويساوي 25، معناها هذا الان اس سينكرونس سبيد قيمته 25 ريفوليوشن بير سكند. هسه حولت سرعه الدوران من الدقيقه الى الثانيه، فعندي الان اس صار عندي معلومه 25 ريفوليوشن بير سكند. السليب ات ماكسيموم قلنا هو الار2 على الاكس2، الار2 ايش قد بالسؤال؟ 0.4 على الاكس2 2، ف 0.4 على 2 انا عندي 0.4 على 2. طلاب هذا اعوض انا خطوه خطوه، وايضا هذا حل السؤال هذا ايضا خطوه خطوه ورايا بعد ما شاهد الفيديو، فعندك حاسبه بصفك ورقه حل هذا السؤال خطوه خطوه. فالار2 0.4 على الاكس2 2 يطلع عندي السليب ات ماكسيمم قيمتها 0.2، وكذلك هذه ال 0.2 هنا نفسها الاي. هسه بعدين نجيها الاي شنو معناها؟ ايش عندي بعد الار2 والاكس2 معلومه بالسؤال او هي معلومه ما اقدر يعني مو مجهوله الار2 والاكس2. هنا عندي فقط الاي2، الاي2 طلاب هنا الروتر اي ام اف، ناس لازم طلاب احسبها روتر اي ام اف بير فيز لكل فيز. لو ارجع حسب السؤال لكن اللي هو هنا الاي 2 520 فولت بس، لكن هذا شنو هو؟ لاين، لازم احوله للفيز. شلون احوله للفيز؟ بما انه هنا قايل لي هنا ستار كونكتد، اذا قايل لي ستار فلازم اقسم هاي ال 520 لاين اقسمها على جذر 3 عم احولها بير فيز. انتبهوا وياي، اذا ذكر لي ستار كونكتد روتر فلازم هذه الاي 2 اقسمها على جذر 3، او ما او ذا ذكر دلتا كونكتد فما يحتاج، هذا معناها بالدلتا عندي يعني اللاين والفيز مساويات الفولتيات. فبما انه ذاكر لي ستار كونكتد فمعناها هذه الفولتيت الروتر اي ام اف اللاين 520 اقسمها على جذر 3. شو عرفت روتر اي ام اف؟ ان هذا كل الفولتيه بين حلقات الانزلاق السليب رينج. السليب رينج وين موجود؟ بالروتر، يعني معناها هذا الاي 2. فاقول اي 2 شي يساوي 520 على جذر 3، هسه طلع عندي قيمتها 300.2 فولت بير فيز. حولت الروتر اي ام اف من اللاين الى الفيز عن طريق تقسيم قيمه اللاين فولت اللاين على جذر 3، لان قال لي ربط ستار. فبالحاسب هنا ايضا 520 تقسيم جذر 3 يساوي 300.2 فولت بير فيز. هسه طلاب اجي هنا اعوض بالقانون 3 على 2 باي، هاي الباي شلون حصلتها؟ شيفت باي في الان اس قيمتها 25 في عندي بالبسط السليب ات ماكسيموم كيف قيمتها؟ 0.2، ف 0.2 في تحت قوس الاي 2 تربيع قيمتها 300، هذا الروتر اي ام اف بير فيس 300.2 ضد القوس تربيع في الار2 من السؤال الروتر
ريزيستنس 0.4 على الار 2.4 تربيع زائد افتح قوس السليب ات ماكسيمم 0.2 في الاكس 2 قيمته 2 سد القوس كل تربيع ويساوي هذا التورك او الماكسيمم تورك قيمته 430.3 تقريبا نيوتن متر. هذا هو المطلب الاول حساب ماكسيمم تورك. المطلب الثاني طالب من عند الطلاب اللي هو قال لي الريشو نسبة، معناها من يقول لي ريشو معناها نسبة كسر عندي بسط ومقام، نسبة الستارتنج تورك يعني تي ستارتنج تو الى الماكسيمم تورك. فشلون احسب الستارتنج تورك الى الماكسيمم تورك؟ هنا طلاب عدياني، اما احسب الستارتنج تورك اجد قيمتها، اما الماكسيمم تورك فانا عندي قيمتها 430.3 واقسم يطلع عندي الريشو النسبة، او من خلال عندي قانون ايضا، هذا القانون ذاكره في قوانين الفصل الثاني نزلكم ملزم لها. هنا قايل لي ستارتنج تورك الى الماكسيمم تورك هذا مشتقي القانون سابقا شي يساوي لي 2a على a تربيع زائد 1. شنو هذا الa؟ هذا الa هو يساوي للR2 على X2. الR2 هو الروتر ريزيستنس بير فيز، اما الX2 هو ستاند ستيل روتر ريكتنس بير فيز. هذا قانون اشتقيناه سابقا، تقدرون ترجعون المحاضرات السابقة لحساب هذا القانون. فهنا عندي مطلب الثاني T starting إلى T maximum 2A على A تربيع زائد 1. الـ A قيمتها 0.2 أجي أعوض 2 بالبسط 2 في الـ A قيمتها 0.2 المقام عندي الـ A تربيع 0.2 تربيع زائد 1 ويساوي حول SD يطلع عندنا 0.38. طلاب هاي انتبهوا 0.38 معناها هاي 0.38 هذا النسبة الريشيو. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث طلاب انتبهوا جدا مهم. المطلب الثالث هنا ايش قال لي طلاب؟ speed at half load يعني رايد ما عندي سرعة المحرك الان ار at half load. ايش طالب عندي او ايش مطيني؟ if اذا full load speed اذا سرعة المحرك بالفول لود تبويا بالفول لود قيمته جيد 1425 هذا الفول لود سبيد 1425 ريفوليوشن بير مينت يعني الان ار قيمته 1425 ريفوليوشن بير مينت هذا عد الفول لود السرعه. لو ارجع للمخطط او للعلاقه بين التورك والسليب وين عندي الفول لود سبيد؟ هذا الفول لود سبيد هذا عندي الفول لود هذا الفول لود سبيد غير اللون. هنا عندي هذا الفول لود سبيد قد قيمة معطاة 1425 هنا عندي 1425 ريفوليوشن بير مينت. طلاب السليب بهذا الاتجاه، السليب بهذا الاتجاه من الصفر للقيمة الواحد، أقل شيء صفر بالسليب وعلى شيء واحد، والتورك بهذا الاتجاه هذا حسب التورك أو الخصائص التورك سليب كاركترستكس لحساب لرسم الكير العلاقة بين التورك والسليب، فالسليب هذا الاتجاه من الصفر للواحد. أما السرعة طلاب فهي سرعة مع السليب فهي علاقة عكسية، معناها شنو حيكون السرعة بهذا الاتجاه؟ سرعة المحرك هي الـ NR من الصفر عندي أقل شيء بهذا الاتجاه من اليمين اليسار، فعندي أقل شيء صفر السرعة وأعلى شيء اللي هي تساوي السينكرونس سبيد حسب السينكرونس سبيد قيمة 1500 ألف. فطلابنا عندي سرعة المحرك at full load هاي at full load قيمته 1425 ومو هذا الرايته. هو ايش رايد من عندي؟ رايد سرعة المحرك at half load. بس منطقيا الهاف لود وين حيكون الهاف لود؟ هذا الفول لود. اذا اجي بهذا الاتجاه هذا حيكون عندي ماكسيموم بهذا الاتجاه، فوين معناه الهاف لود؟ هذا عندي نصف الحمل، هذا عندي الهاف لود. شلون احسب يا طلاب الان الهاف لود؟ وقبلها اول شيء لازم احسب اني السليب ات فول لود. فالسليب ات فول لود هنا قيمته سليب ات فول لود، سليب ات فول لود شلون احسب السليب ات فول لود؟ فاجي اقول هنا السليب ات فول لود يساوي ان اس نفس قانون السليب ان اس ناقص الان ار على الان اس. الان اس ايش قد حسبناها؟ 1500.
ناقص الـ NR طاقة فول لود كلها at full load في قيمتها 1425 على 1500 ويساوي 5%. نجيكه بالحاسبة بالكالكوليتر نجي 1500 ناقص 1425 على 1500 ويساوي هاي 5%. هذا طلاب السليب انتبهوا وياي، هذا سليب ات فول لود 5%، هنا قيمة هذا قيمة السليب هنا 5%. اما السليب ات هاف لود اللي هو اللي اريدها اني، سليب ات هاف لود عند نصف الحمل، فوين معناها راح تكون هنا نصفها، نصف قيمة السليب اللي تكون عندي ات فول لود. فمعناها اذا كان عندي فول لود سليب 5% الهاف راح تكون نصفها، فاجي اقول 5% اقسمها على 2 نصفها فيطلع عندي السليب ات هاف لود، انتبهوا وياي قيمتها 25 بالالف، 25 بالالف معناها حتكون عندي سليب ات هاف لود 25 بالالف. فشو راح احسب سرعه المحرك ات هاف لود او ات فول لود او ات ماكسيمم؟ ثابته، هذا قانون ان ار شي يساوي الان اس سينكرونس سبيد في تحت قوس واحد ناقص سليب. سد القوس، هنا انتبه ايش قال لي؟ احسب سرعه المحرك ات فول لود فعوض هنا سليب ات فول لود. قال لي احسب سرعه المحرك ات هاف لود فعوض سليب ات هاف لود. قال لي سرعه المحرك ات ماكسيمم فعوض سليب ات ماكسيمم. حسب ايش قال لي؟ ات نو لود ات فول لود. فهنا ايش قال لي هو؟ احسب ذا سبيد ات هاف لود فمعناها السليب راح يكون ات هاف لود. الهاف لود قد حسبناها 25 بألف، فعوض 1500 في 1 ناقص، هنا عندي 1500 في 1 ناقص السليب ات هاف لود 25 بألف ضد القوس ويساوي لي 1462.5 ريفوليوشن بير مينت. هذه هي سرعة المحرك عند نصف الحمل ات هاف لود. فطلاب بشكل سريع شلون احسب سرعة المحرك ات هاف لود من خلال المخطط او العلاقة بين التورك والسليب كاركترستكس اللي هو بين التورك والسليب. السليب بهذا الاتجاه من الصفر الى الواحد بهذا الاتجاه حسب اتجاه السهم. هنا عندي سرعة المحرك ات فول لود، هاي عندي ات فول لود، فهنا حيكون سرعة المحرك ات فول لود قيمتها 1425، هذه من السؤال هو ذاكرها بالسؤال 1425. فش اسوي هنا؟ اجي اول شيء احسب السليب ات فول لود، السليب ات فول لود حسبناه 5%. اما الهاف فطلابنا انتبهوا، مو هنا حيكون، هنا عندي هذه عندي الماكسيموم راح يكون تصاعديا، انا شريد عند نصف الحمل لازم تكون اقل من الفول لود هنا تقريبا. فمنطقيا بما ان السليب هنا من الصفر هنا طلع عندي سليب ات فول لود 5%، فهنا ما حيكون اقل من 5%، بعد 25 بألف. فمن أريد أحسب السليب آت هاف لود فأقسم السليب آت فول لود 5% على 2 نصفه، نصف السليب آت فول لود فيطلع هنا عندي سليب آت هاف لود 25 بألف، هنا عندي 25 بألف، ومن خلالها أحسب السرعة آت فول لود أو عفوا أحسب سرعة المحرك آت هاف لود من خلال هذا القانون. فهذا هو المطلب الثالث جدا مهم. انتهى المطلب الثالث. السؤال الثالث طلاب، فكان عندي فرعين السؤال الثالث A و B. ال A هو what are the disadvantages of slip ring induction motors، ما هي السلبيات للمحرك الحثي من نوع slip ring؟ بما ان عندي المحرك induction motor عند الروتر اما يكون سكولار كيج من نوع قفص سنجابي، او النوع الثاني الووند روتر او ما يسمى السليب رينج الحلقات الانزلاقيه. فهنا رايد عندي ما هي الديز ادفانتج او السلبيات من نوع المحرك من نوع الحلقات الانزلاقيه سليب رينج؟ فهنا عندي ذا انيشال جواب، ذا انيشال اند مينتينس كوست، الكلفه الاوليه والصيانه تكون ار جريتر ذان، انها تكون اكبر من نوع السكولار كيج موتور، معناه هذا النوع السليب رينج حلقات انزلاقية الروتر يكون عندي كلفته وصيانته يكون أكبر من نوع القفص السنجابي. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية the speed regulation تنظيم السرعة، سبور تكون ضعيفة، وين run with resistance
عند التشغيل مع المقاومة in the rotor circuit في دائرة الروتر. تنظيم السرعة يكون ضعيف عند التشغيل مع المقاومة في دائرة الجزء الدوار الروتر. وهذا هو المطلب أو السؤال فرعي، السؤال الثالث فرعي. أما السؤال الثالث فرع بي، فهنا الطلاب صادم عندي the three phase induction motor، انتبهوا يا جدا مهم the three phase induction motor، a three phase. هذا ستار كونكتد روتر، عندي الروتر مربوط ستار نجمي، ذا روتر اي ام اف، انتبهوا طلاب الروتر اي ام اف معناها الاي 2 ات ستاند ستيل، قيمه تزييد 50 فولت. انتبهوا طلاب بما انه مذاكره عندي قال لي لاين او بير فيز، فمعناها هنا لازم اذكراني او يذكر بالسؤال ذا روتر اي ام اف قيمه تزييد قيمه الاي 2 50 فولت. إذا قايل لي بير فيز، هنا قايل لي بير فيز، فمعناه ما يحتاج أحوله نهائيا، هذه الفولتية نفسها لـ E2. بس بهذا السؤال ما ذاكر لي هنا الـ 50 فولت، ما قايل لي بير فيز، ما قايل لي بير فيز، فمعناه هذه الفولتية هي اللاين. وبما أنه هنا عندي رابط ستار، فلازم هذه الـ 50 رابط ستار الفولتية اللاين أقسمها عدد ثلاثة، عم تحولها الى الفيز. واضح؟ استعد الروتر اي ام اف الاي 2 قيمته 50 فولت. هذه الاي 2 قيمته 50 فولت. بما انه ما قايل لي بير فيز، ما ذاكرنا ما كاتب بير فيز. فمعناها هذه الفولتيه حسب انها اشوفها شنو الربط؟ قايل لي ستار فاقسمها على عجله 3. قايل لي دلتا فبقيها نفسها باعتبار فولتيه اللاين والفيز بالدلتا بالساويات. The rotor resistance and standstill reactance. Rotor resistance the R2 قيمته 0.5 and reactance the X2 قيمته 3 ohm per phase respectively تواليا. Find the rotor current. هنا find جد the rotor current. تيار rotor يعني تيار I rotor هو 2 per phase، هذا هو المطلب. And rotor power factor، عامل القدرة للروتر باور فاكتور. انتبهوا هنا ات ستارتنج يعني حالة البدء، حالة البدء جت قيمة السلب قيمتها 1، لا انساها. السلب ات ستارتنج بالبدء للمحرك، بدء التشغيل قيمة السلب قيمتها 1، سجلوا هذه النقطة جدا مهمة. هسه نجي ايش قال من رائد معدام السؤال؟ الروتر كرنت بير فيز الاي 2 بير فيز، فشلون احسب التيار؟ قانون اوم عندي فولتيه على ممانعه، مو مقاومه، ممانعه. على هنا عندي انا الملف الوايندنج هو عباره عن ريزيستنس ورياكتنس، فالتيار قانون اوم فولتيه على ممانعه على Z2 يا فولتي. هنا عندي بما انه بالروتر فالروتر اي ام اف الاي 2 الاي 2 على Z2 الروتر امبيدنس، فالروتر امبيدنس شلون احسبها؟ بيثاغورس تحت الجذر R2 تربيع زائد تحت قوس S في X2 الكل تربيع. هنا عندي السلب راح يضرب في الE2 في الروتر EMF، وكذلك السلب يضرب عندي في X2. أرجع قانون التيار شو نحسبه؟ قانون أوم فولتية الروتر EMF على الإمبيدنس أو الروتر إمبيدنس Z2. بما أن Z2 ما عندي، عندي R2 X2، فهنا حتكون بيثاغورس تحت الجذر R2 تربيع زائد افتح قوس S في X2 الكل تربيع. هذا اشتقيناه سابقا، عرفنا شلون بيثاغورس، خذناها الدروس الحضورية. فعندي هذا الاس ايش كذا عوض قيمته؟ بما انه قايل ستارتنج فعوض قيمته 1، السلب ات ستارتنج قيمته 1، بس اذا قايل لي فول لود فالقيمة مو 1 تختلف، انتبهوا وياي. فهنا السلب قيمته 1، اذكره او ما اذكره نفس الشيء. فعندي الاس قيمته 1. الاي 2 هنا الطلاب انتبهوا، احنا ما قلنا الاي 2 الروتر اي ام اف معطاه بالسؤال 50 فولت، بما انه ما قايل لي بير فيز وقال لي هنا الربط الروتر ستار كونكتد، فمعناها ال 50 اقسمها على جذر 3، بما ان ال 50 فولت هي تمثل لي الروتر اي ام اف. الاي 2 الروتر هو 2، الاي ام اف هو الاي،
فالاي 2 قيمته 50 فولت، مو اعوضهم مباشره نفس القانون 50، لا، بما ان هنا عندي يعني ستار كونكتد ربط ستار، فمعناه هذه ال 50 فولت هذه فولتيت اللاين، عم تحولها للفيز بير فيز، فاقسم هاي ال 50 حتى 3 ويساوي 28.87 فولت بالحاسبة. 50 على جذر 3 28.87 فولت. هذا عوض او تستخدم الحاسبة الكالكوليتر للتطبيق، لما بتحل السؤال وياي تطبق مع استخدام الحاسبة. فالاي 2 قيمته 28.87 فولت، هاي بير فيز، حصير بير فيز حولتها فولتيه الروتر اي ام اف من لاين للفيز. فاقسمنا عندي طريق الحاسبة عندنا 28.87، شفنا ما حضر فيه واحد ما يأثر، المقام عندي عبارة جذر تحت جذر R2 تربيع، ال R2 قيمته 0.5 تربيع، زائد ال X2 قيمته 3، أيضا واحد في 3 ما يأثر، قيمة السلب واحد فثلاثة تربيع، يساوي 9.5 أمبير. هذا هو الروتر كرنت بير فيز، هذا وعدي حساب التيار. أما ناش عندي طلاب هنا الروتر باور فاكتور كوساين فاي 2 يساوي، انتبهوا الروتر باور فاكتور كوساين فاي 2 بنا طلاب شو نحسب الكوساين؟ كوساين شو يساوي لي؟ تجيب تمام يساوي المجاور عندي ال R2 مثلث، عندي المحور الأفقي هو ال R2 الروتر ريزيستنس، أما المحور العمودي هو ال X2، وين الزت حصل عند الزت؟ الزت 2، هنا عندي هذا الزت 2 اللي هو الوتر، هنا الفاي 2، فالكوساين فاي 2 أو الجيب تمام شو يساوي لي؟ المجاور للزاوية، شنو مجاور الزاوية؟ اللي هو ال R2، هذا ال R2 على اليمن المقام على الوتر اللي هو Z2، فالZ2 هذه Z2 تمثل لي في دايفورس تحت جذر R2 تربيع زائد في ال S في ال X2 كل تربيع. أيضا أحسب الروتر باور فاكتور، أقول هنا ال R2، ال R2 انتبه المجاور للزاوية 0.5 ال R2 من السؤال، معلومة قيمة ال R2 الروتر ريزيستنس، معلومة قيمة ال R2 الروتر ريزيستنس 0.5 تحت الجذر 0.5 تربيع زائد 3 تربيع، شفنا ما اذكر قيمة السلب باعتبار هي واحد، اكتبها وما اكتبها متأثر بالحل، يطلع هنا عندي الروتر باور فاكتور قيمته 0.164، هذا هو الروتر باور فاكتور. الى هنا طلاب هذا هو 3 اسئلة، حل 3 أسئلة لأسئلة الفصل الثاني المرحلة الثالثة الدراسة الصباحية لمادة مكان التيار المتناوب. طلاب هذا الحل بصيغة PDF، الأسئلة مع الحل راح تنزلها إن شاء الله، حتكون عندكم بالوصف للفيديو عن طريق رابط، وتحمل هذه المحاضرة أو هذه الحل هذه الأسئلة. إلى هنا انتهى هذا الفيديو، شكرا جزيلا.